السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في قناة فكرة. إن شاء الله سوف نتحدث عن تكملة سلسلة تاريخ دولة العرب من بداية دولة الرومان حتى الحرب العالمية الثانية. وأود أن أذكركم، قد توقفنا أمس في الفيديو السابق عند خسارة الرومان معارك كثيرة كادت أن تقضي على دولتهم. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا على اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. وبعدما خسر الرومان لمعارك كثيرة كادت أن تقضي على إمبراطوريتهم، أعادوا تجميع قواتهم وشنوا هجمات معاكسة فاستعادوا ما خسروه، ثم هاجموا قرطاجا. وبعدها استدعى القرطاجيون القائد هانبال، وجرت بينهم معركة زاما. فانتصر الرومان بعدها وحاربوا مملكة مقدونيا واحتلوها وسيطروا على كامل بلاد الإغريق، كما سيطروا على الدولة السلوقية. وبعدها توسعت دولة الرومان من سواحل المحيط الأطلسي إلى سواحل آسيا الصغرى، بالإضافة إلى أراضي قرطاجة. وتقسمت هذه المناطق إلى 7 أقاليم. وبعد هذا التوسع الكبير ظهر القائد يوليوس قيصر، وبعد وفاته عادت الدولة الرومانية إلى نظام الحكم الإمبراطوري. وقد كان قد تبنى قبل وفاته الإمبراطور أوكتافيان، وأصبح أول إمبراطور لروما وتلقب باسم أوغسطس. وهذا الإمبراطور توسع في بلاد الغال ثم احتل مصر بعد انتصاره على الملكة كليوباترا، ووصلت حدود دولته إلى بلاد الشام وفلسطين، وشهد عهده إصلاحات كثيرة. وفي عهده كان ميلاد السيد المسيح في بيت لحم في فلسطين الأراضي المقدسة. بعدها بدأ انتشار الديانة المسيحية في فلسطين، وكان حاكم فلسطين وقتها بيلاطس النبطي، وكان يحارب المعتقد الجديد. ومن شدة كرهه للمعتقد المسيحي أمر بصلب السيد المسيح. وشهدت هذه المرحلة أباطرة اشتهروا بالبطش والتعذيب، أمثال كيجولا ونيرون الذي بطش بأمه وزوجته. أما أشهر ما فعله نيرون هو حرق بلاد روما. وفي سنة 96 للميلاد حكم الإمبراطور نيرفا، وكان أول الأباطرة الأنطونيين. وأشهر الأباطرة الأنطونيين تراجان الذي بلغت الإمبراطورية في عهد أقصى اتساعا لها. حاكم سوريا الروماني نايجر للاستيلاء على السلطة، وقد تزوج سبتمس من جوليا دون السورية، وأنجب منها الإمبراطور كاركلا. وفي سنة 244 للميلاد تولى الحاكم فيليب الأول المعروف بفيليب عربي المولد في منطقة شبه الجنوب السوري في عهد لعهد خليفتهم ميكينيوس الذي حاول القضاء على الأمير قسطنطين مؤسس الإمبراطورية البيزنطية، لكنه لم ينجح. بعدها بدأ التحول المهم جدا على مسيرة الإمبراطورية الرومانية، وتم عقد أول مجمع إسكوني في العالم في مدينة عام 325 ميلادي. وفي عهد نقل العاصمة
وهنا تنتهي الحلقة اليوم، وإلى لقاء غدا بإذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتضغط لايك.